الثاني من انطلاق المنافسة البرنامج لالالا روسا أعرف أحداث مختلفة ما بين مسابقات تجهيزات وغيرها. وطبعا بدايته كانت مؤثرة مع مغادرة مشاركي مدينة سيد رحال للمسابقة. أنقرة عطاتني سيد رحال إصابة الخريفكة. تجمع الأزواج مع الكوتش فاطمة الزهراء فتحي واللي خدمت اليوم النصح والمعلومة المفيدة. أنا اليوم جيت باش نرافقكم وانتم كعرسان جدد مقبلين على الحياة الزوجية. باش تكون حياتنا الزوجية ناجحة احترام ثم الاحترام ثم الاحترام. أما المسابقات خارج بلاطو فكانت متخلي الأزواج باش يتعرفوا أكثر على أذواق زوجاتهم. في حين كان على الزوجات أنهم يجهزوا طبق خاص من المطبخ الأسيوي.